بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ وحشتوني 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 قد الدنيا. انا نهى مقلد من قناه نهى فود. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل سناء جبنه لذيذه جدا للمدارس. يلا بينا نسمي الله وندخل المطبخ نشوف احنا هنعملها ازاي. نعمل جبنه مطبوخه بطعم الشيدر، وهنعملها طريقه كده تتفرد في السندوتشات كده حاجه امر. هنعمل ايه بقى؟ جبنه لبن جاموسي كامل الدسم بخيره كده. هنحط 5 كوبايات، 5 كوبايات من الحليب الجاموسي الكامل الدسم. خلاص، حلو الكلام، حلو الكلام. طب هنحط لهم ايه بقى تاني؟ هنحط لهم 3 معالق من الدي و 3 معالق كمان من النشا. احنا مش عايزينها تبقى جامده، انها تبقى خرط كده زي اللي ما بتشتريها الشيدر والرومي. لا، احنا عايزينها تبقى تندهن في السندوتشات زي الكريمي كده، بس ايه يعني واخده ميكس ما بين ده وما بين ده، يعني فاهمين. خلاص، احنا حطينا كده، حطينا اللبن وحطينا الدقيق وحطينا النشا. خلاص، نحط ايه تاني؟ هنجيب ده لبن باودر. طب يعني تحط لبن بيطعمها وبيديها دسامه. احنا عايزين طعم الجبنه يبقى دسم عشان احنا بنعمل لاولادنا، فاحنا عايزين طعم الجبنه حلو ودسم. طيب، احنا عايزين نطعمها كمان، هنحط لها برده شويه زيتون. هنا بس بنحط معلقه ملح عشان ما ننساهاش. خدي بالك، انا حطيت معلقه ملح، معلقه ملح من بتاعه الطعم دي، معلقه مليانه يعني علشان تظهر الطعم بتاعها. هنا حطينا علبه من الجبنه المثلثات او جبنه المربعات، اي جبنه عندك انت بتحبي طعمها حطيها. طيب، انا عندي كمان شريحتين جبنه شيدر وشريحتين جبنه رومي ناشفين في الثلاجه، هحطهم في الفريزر. هحطهم هنا، بس حطيت مكعبين من الزبده او معلقتين كبار زبده، وحطيت زيتون لسه خرطته. هنا الجبنه اللي قلت لك عليها المبشوره، وكمان الزيتون قطعت حتت صغيره خالص وحطيتها. الجبنه المبشوره دي زي ما قلت لك، لما بيبقى عندي جبنه في الثلاجه وتنشف اروح احطها في كيس او في علبه واحطها في الفريزر، بيبقى فيها بقى شيدر على رومي على مش عارف ايه الجبن دي. وحطيت كمان، كان عندي وش اللبن قشطه، وش اللبن حطيتها. ده طبعا موجوده موجوده، مش موجوده مش موجوده، عادي يعني. خلاص، حطيت كل ده في الحله وبقلب كويس، قلب بقى كويس جدا لحد ما تتقل وياك. انت لو عايزاه خرط زي الرومي كده، هتحطي كمان 3 معالق من الدقيق او النشا. بدل ما هيبقوا 7 ده هيبقوا 9، ممكن يبقوا 10 كمان. لا، انا هنا مش انا عايزاها تتفرد في على توست، تتفرد في فينو بسهوله، تتفرد بسهوله. عشان كده انا مش مكتره ماده الربط، علشان عايزين ما قلت لك عايزاها تتفرد كويس وبسهوله. خلاص، يبقى احنا حطينا ايه من الاول؟ من الاول تاني، من الاول تاني. حطينا 5 كوبايات لبن دسم كامل الدسم، لبن جاموسي كامل الدسم، وحطينا عليهم 6 معالق 3 دقيق و3 نشا. وحط ده لون، حطها عشان تبقى لونها اصفر كده عشان الجبنه اللي انا حطيتها مش معززه اللون كويس. وحطيت كمان، كان عندي كام شريحه من الجبنه الروم على الجبنه الشيدر، بشرتهم وحطيتهم. وحطيت مكعبين كبار من الزبده، وحطيت معلقه زيتون مخلي قطعته حتت صغيره وحطيته، وحطيت علبه جبنه مثلثات. حطينا ايه كمان؟ مكرونه، حطيت معلقه ملح. كل ده حطيته في قلب اللبن وقلبتهم كويس جدا، وطبعا النار شغاله. وهنا بقى تقل على المضرب، رحت جايبه الهاند بلندر عاملاه كويس جدا بيه، خليته ناعم يعني على بقدر الامكان، لانه في قطع زيتون. فممكن تحط على فكره قطع فلفل احمر او فلفل اخضر زي ما انت عايز، بس خدي بالك مش مجرد ان هو يلف وياك او يجمد وياك على النار تطفي، لا، خدي خليه ياخد راحته علشان طعم النشا وطعم الدقيق ما يبانش في الجبنه. حلو الكلام، حلو الكلام. خدتهم فضلوا على النار قد مثلا 3 ساعه بعد الغليان كده، فضلت اقلب 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 لحد ما خلاص طعم الجبنه بقى حلو، بقى طعمه حلو. ودوقيها قبل ما تنزليها، لو حبه ملح حطي، فدوقيها دايما قبل ما تنزليها. هنا بقى حطيتها في القالب ده، ممكن تحطها طبعا في اي قالب عندك، بس امسحيها مسحه بسيطه من الزيت، اي قالب بقى، مربع مدور مش عارف ايه. انت ممكن تحطها في علبه وتسيبها في العلبه زي ما هي خالص، وتاخدي منها بالمعلقه كده تحطي في السندوتشات. بس انا ليه حاطاها في العلبه؟ لان انا عايزه يعني عشان انا بصور، فعايزه اقلبها واوريها لكم. لكن انا لو مش بصور هحطها في العلبه، انا هاخد منها يعني علبه في الثلاجه كده هاخد منها. زي ما قلت لك دي هتساعدك ما شاء الله، املت القالب بتاع الانجليش كده الكيك ده، وكمان هجيب قالب تاني صغير اكمل بقيه الكميه، هتكفيك كميه كبيره. عايزه اقول لك طعمها حلو جدا،
وعايزه اقول لك كمان ان هي عملناها ببواقي الحاجات اللي في التلاجة، يعني شويه زيتون مركونين، شويه دايما بيبقى عندنا جبن مكان بتبقى نشفت في التلاجة دي، اوعي ترميها دايما، حط عندك علبه في الفريزر كل الجبن اللي بتفضل منك حطيها. اه والله قطعه بيضه، قطعه صفرة، قطعه رومي، قطعه شيدر، ان شاء الله رب قريش، حط كله في العلبه وسيبيها، هيجي لها وقتها وهتعوزيها وهتبقى تمام التمام. خلاص هنا بقى حطينا ملينا القالب ده والقالب ده، وجبنا كيس بلاستيك فتحناه اتنين، وهمسحه مسحه بسيطه من الزيت واحطه على الوش عشان بس اسوي الوش زي ما بعمل كده بالظبط. ايوه كده هيبقى عندنا. بس خدي بالك كمان هي ما فيهاش ماده حافظه، يعني مش اعملي كميه مش كتير علشان يعني ما فيهاش ماده حافظه فممكن تبوظ منك بسهوله، فدايما اعملي كميه يعني ايه اللي انت عارفه ان هي هتخلص خلال اسبوع يعني، مش اكتر من كده عشان ما تبصي مني حرام. مش احنا عشان نوفر وما نجيبش جبن من بره نبوظ الدنيا يعني ونهدر، لا احنا واحده واحده كده عشان الدنيا غاليه اصلا والناس مش مستحمله اصلا، يعني ربنا يكون في عون الجميع يعني. هاخدها بقى احطها في التلاجة والصبح هنشوف هي بقت شكلها ايه. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى الصبح تحس ان لون بعد ما جمدت خدت لون زياده، بعمل بايديا كده عشان لو كانت لازقه من الطروف ولا حاجه افكها، بس هي مش لازقه يعني ولا حاجه الحمد لله. هقلبها برده. عايزه اقول لك تاني، انا كنت لو انا مش بصور كنت هحطها في علبه واسيبها واخد منها السندوتشات على طول، لكن انا بس بقلبها كده علشان انا بصور بس مش اكتر يعني. شايفه يعني شكل القالب كده شكله حلو، مش جامده من انت زي الرومي لا خالص، يعني لما تديها اشبه للكريمي. شايفه يعني انا هجيب لك دلوقتي عيش وافردها لك علاش هتشوفي انت قد ايه بتتفرد بكل سهوله، طعمها حلو جدا يعني، طعمها يعني واخد مذاق مختلف كده، لان هي فيها شيدر وفيها رومي وفيها مثلثات، يعني ده ايه ده، ده ايه الجبنه الرايقه دي، جبنه رايقه كده يعني ما شاء الله، يعني واخد قطعنا كتير. طبعا عندك الزبده ممكن تحط معلقه سمنه بلدي هتطعمها اكتر واكتر، حاجه كده يعني في طعام الطعام. ومعلقه القشطه خلتها برضو، هي مش معلقه يعني معلقتين كبار كده، شايفه شايفه بتتفرد بسهوله ازاي، يعني حاجه كده قمر. فرده بقى على توست على للولاد هيفرحوا بها جدا، طعمها لذيذ جدا سهله ما خدتش وقت، مش هتاخد منك ربع ساعه في المطبخ، والصبح على طول هتاخدي منها وتعملي للولاد، والولاد هيبقوا فرحانين وبالف هنا. وشايفه شايفه انا هنا بوريك انها طريه مش جامده، طريقة مش كده، لو عايزاها تبقى جامده زي ما قلت لك كتري النشا وكتري الدقيق. يا رب ان شاء الله الجبنه تعجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.